عودة مرة أخرى إلى هدرة الليل في سهرة مش سهرة أو في صباح الأربعاء 10 جويلية. ومعنا تليفون آخر. أحلام من أرينا. أحلام معايا؟ أحلام معك. أروع أسلام دكتور. ما حبيبيك أحلام، مش أحوالك؟ مش أحوالك دكتور، لباس؟ الحمد لله، أنت لباس؟ والله الحمد لله حاليا لباس الحمد لله، الله أعلم. لا لباس إن شاء الله، إن شاء الله ديما لباس قطرة بلباس. قداش عمرك أحلام؟ عمري 30. شو تعمل في حياتك؟ نحب والله نعرف، عندي ثلاث صغيرات. نكمل عليك، كمل عليك. عايش أموري مش هي مع راجل، ما أمورك شنية؟ متجوزوه. أمورك مش هي مع راجل؟ أنا تعبة مع راجل. علاش؟ أنا عايشين مكهو، مش مش منها مشكلة كبيرة، فهمتني؟ لازم أسمع كل مشكلة لها حل. أحلام فمش عاديش والله مشكلة كبيرة، ما جيتش لها حتى حل، خاطر برشا دكتور، مش مشكلة واحدة. لازم نلقاو لهم حلول بالطبيعة. مشكلتي منها برشا مشاكل، عندي زوج صغاري منها يعانوا نفسانية، فهمتني؟ عندي خويا يزدم تعبني، نزدم منها مريضة. ما يتوبش نحكي لك على المشكلة اللي قلقتني برشا، معناها اللي متعبتني. والله يا دكتور أنا عندي خويا فهمتني، من عمره صغير كيك حكيتهم 15 سنة كيك. أيوة. خلطت عليه الخدمة وأنا نخدم في تونس. فهمتني؟ قلت له أنا سالي في المحطة. سيعة نكمل الخدمة ونجي روح بخوي. هو صغير 15 سنة وأنا عمري حكيت 18 سنة 17 سنة حاجة كيفاك دكتور. أيوة. البقعة اللي هو مشي لها قعد فيها يجوها كالناس المثليين دكتور. أي. منها مش بوها، فهمتني؟ أي. جيها راجل عمل حكيت عمو 40 سنة 50 سنة حسيرو قد. قدش عمر أخوك سامحني وقتها؟ عمري خويا وقتها عمره 14 سنة. ما أنا مازال صغير. 14 و 15، مازال عندنا 14 و 15 سنة. إيه. حسيرو خويا أنا زوالي كل شيء، إحنا ماهناش صغير. أنا قدنا كل شيء، قالوا عندي شوية حوايج، إيش باش تمشي معايا؟ هذا الرجل الكبير اللي قلت القاه في البلاصة هذيك. هاي. لقاه في البلاصة هذيك، خويا مشى معاه، فهمتني؟ أيوة. مشى معاه خويا، هذا البقعة معناها خالية شوية، فمش قطعها تريحة وضربوا. تريحة؟ أي ضربوا اغتصبوا، فهمتني؟ ضربوا واغتصبوا. ضربوا ولا اغتصبوا؟ زوج مع بعضهم. ضربوا واغتصبوا. معنى الرجل هذا قداش عمره الرجل؟ ما عندكش فكره بالبيت قداش عمره؟ هو وقتها قال لي عمره 40 كيك 35 سنه، قال لي فهمتني؟ انا مش رجل كبير، انا شاب كبير، انا مش كاهل، رجل كبير قولوا معناها شايب عزوز، لكن هذا مازال مش شايب عزوز. لا ما بين 40 سنه 40 سنه يضرب خوك يعطيه تريحه ويعتدي عليه جنسين يغتصب. انا ديجا قابلت الراجل دكتور، هو منها كحكي لي الحكايه، انا صغيره معناها ما حب مستوعبتش الحكايه، فهمت؟ انا بدي منها صغيره 16 سنه 16 سنه 16 سنه ما مانيش فيها نظر خالتي كيف 16 سنه و 14 سنه ويسيبوا فيكم تاع لافينيو باتكم عائلتكم. ديجا انا حكيت كحكيت قبل دكتور، انا صغيره معناها ما نبدل اسمي، خاطر منها لا لا بدك باش نذكر اسمي يعرفوني، فهمتني؟ واضح واضح، مش مشكله نتعدي ونتجاوزوا على الحكايه دي. مش مشكله حصيرو، حكايه الحكايه روحت للدار سكت على روحي كل شيء، قلت له تقعد نرجع معاك وانا نبعد بعيد شوي بدك شي يرجع، عشان قلت فهمتني؟ اي الحكايه هو رجع صدق، اختي راهو زي هو العمل العام نتاع البارح كل شيء، هو كيراني انا بدا حسن يمشي منه الهرب. خلاك انا في جورت وشدني انا الحاكم، قال انت شبكت جورت الراجل ما عرفش ليه ما عرفش ليه، لفتنا هاشر وتوقفت وتعبت وبعد كده روحت. علاش وقفت؟ ما عندنيش دكتور، قال لي ما تعرف المشاكل في الشارع تجري وانا سايبه تجي جورت الراجل وعامله كيك تحبي منها تحب فلوس ولا شنو تحبي تعمل، قلت له الصوره فيها وفيها حكيت له الحكايه فهمتني؟ ما عملوا لي شيء سايبوني الحاكم، انا حتى انا قلت له نحب نلقى معاه حل، راه عملوا وعملوا خويا وهكا وهكا وهكا. انت سامحني سامحني سامحني، انت خوك جاك في نهار قبل وحكى لك وقال لك راهو تعرض للكلات ريحه وتعرض للاغتصاب من قبل. انا خويا ما حكاليش بالوقت راهو دكتور، حكى لي بعد كذا وحده كذا وحده في الليل حكى لي. علاش الصباح في عود ماشي يتلوج في الراجل هذا باش تلقاه؟ ومشيت لعقل لمركز الشرطه ولا مركز الامن وشكيت به بالسيد هذايا، وهزيت معك حد على الاقل يلقاه في البلاصه اللي صارت فيها العمليه
ويناديوها. أنا قلت قلتو أنا صغيرة وقتها مانيش ما عرفش بقدا وخفت أنا بيجي منها خفت ما عرفش علاش خفت وقتها. فمسكت على روحي روحت للدار أنا وخويا ورجعنا حاسة قلتي يا رب السعيد. ما عليناش تقتو. فهمتني قبل خويا شوي تو ديجا هو عمره 26 سنة هو معناها بطيته منها من الدار. قبل هو مريض من طايحة على راسه من هو صغير وكل شيء فهمتني. معناها مش كيتوش بيه السيد الآخر في الآخر. لا مش كناش بيه خاطر ما عرفتوش انا وصغيره ما لقيتش مثلا حد معايا يعاوني من بابا ولا ماما ولا بيه. وخوك اللي سالت عليه الحكايه حاولتوش معناها تحيطوه معناها تتبعوها وتعملوا له احاطه نفسيه ولا تهزوه؟ ما سميش احاطه نفسيه جمله عليه. سميش احاطه في الطاب يقول لي يعاون خوك معناها بحذيك وامي زادك امي شويه مش برشا معناها نحنا عنا عائلة كل حد ليه في روحه دكتور معناها أنا فمش معناها حتى نفسية جنب. إيش معنى كل حد ليه في روحه؟ سامحني إذا 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 ذي عائلة وهذا أخ خو كبدة. تعدى تعرض عفوا إلى اغتصاب جنسي. من المفروض الناس كل تق في يد واحدة مع بعضها. ما أنا جدا ما حكيتش راني جدا لدارنا أنا جدا سكت أنا بدي من عارف فيها دور لحكي من هاو وذيت أنت إش كنت نحكي أنا من بكري في روحي أنا جدا طاو معناها مظن بها كنت نحكي من بكري يعطيك صحة. هذا إش كنت نحكي من بكري أنا قلت الناس الاعتداءات الجنسية قاعدة تصير كل يوم في المجتمع متاعنا لكن اللي يفقد الفرق بين المجتمع متاعنا والمجتمعات المتقدمة أنه في المجتمعات المتقدمة صار تحت الديجنسي بالوقت يصير الإعلام والإخبار عادي بالوقت. احنا اللي هنا نقعدوا نخموا ونشكيو فيما نشكيو توك نشكيو تتفضحوا ونتفضحوا تو اللي يحكيو على الولي تو اللي يحكيو على البنية تو شنو ونخافوا ونسكروا هاك الباب هذاك ونعطيو كما قلت بكري شيك على بياض لك المغتصب والإنسان اللي اعتدى على خونا ولا أختنا ولا اللي هو نعطيناه الشيك على بياض باش أنه يعاود الحكايه نتاعو بأريحية بكل ما معناها ثقه في النفس وممكن يعاودها اكثر بشاعه. كم نحكي ليه؟ صحيح ميد كل خليني نكمل لك انا زي ما انا خويا ما نحكي ما نحكي كبر شوي اي خمسه قلت لي وصل عمره 27 سنه تو حاليا عمره 26 سنه 26 سنه اي كبر حاصل شوي هو مريض منها ما عنده رصاب تاع على راسه صغير وكل أيوة. شيء فهمتني ايوه بقيت هو منها مريض شوي منها عنده رصاب وكل شيء كيما شنو طول عمره حاسوه نعم كيما شنو لقيته طاح وهو صغير زاد عمره حكيت 10 سنين طاح على راسه اي اي ودارنا معناها ما كانوش منها تبعوه وعدوه ما فاقوش بيه دارك ما فاقوا بيه لا فاقين بيه وهزينا في السبيطار وصحى ونصه في السبيطار اللي بدا بصعدونه وكروحنا بيه من السبيطار ما انا ما كملناش ما تبعنا عليه فهمتني واضح 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 ما تبعناش عليه خلينا هكاك فهمتني واضح حاسي مطولش عليك حاسي الدكتور مطولش عليك تفضل وصل عمره زاد 23 سنه زاد مش عمل حاشيك وتصب حاشيك حيوان سامحني اغتصب حاشيك حيوان خوك اغتصب حيوان شنو الحيوان شنو نوعيته حيوان والله ما نجمش نسميه لا ما نساش سمي ما نساش انت قلت حاشيك بهيم خوك اغتصب بهيم اي ما عرفتش يتسمى اغتصاب هذا وجا حكاها مش اغتصبها ما نعمل حاشيك مارس مع البهيم عمل الجنس مع البهيم اي سما زوفيليا عمل علاقة جنسية مع حاشيك حيوان بهيم فهمتني والبهيم منين جابوه هذا؟ هو ما يسرح في الريف وكل شيء شاف منها بهيم هكا وشاف بهيم ما عرفش ينجم يشد روحه ومشى ديريكت هذاك هي مريض هو تدفع مريض هو قلت مريض مريض معناها ما عنده اضطراب نفسي اضطراب نفسي على الاخر دكتور مفات شوي اذا اغتصب به ما ظهر انه اضطراب نفسي على الاخر فهمتني وخاصة اذا جاي يحكيها مش حكايتكم قلت لي جاي هو طافني مش قلتوا زيت المطويكة اللي الحاجة اللي عملها يحكي معناها ما يخبيش بيه ياسر معناها ما يخبيش حتى الشيء اللي يحكي ريت اي حاجة يعملها يحكيها ما يخبيش بيه بعد اللي بيه عملنا سيلسة شنو عملنا سيلسة ديك عملنا زيارة قلت لهم اسكت يا دكتور اغتصب بيه ما حيوان اخر لا لا عظيمة عظيمة بنية صغيرة بنت اختي بنت اختي يعني بنت اختك فهمتني بنت اختي خوك اغتصب بنت اختك
مره حاول اغتصب اختي ومره سامحني بشوي 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 امان بشوي بشوي ما عادش مفارق بين البهيم والعبيد تو نفسي لحظه بابي سيده دخلتك بعضك خوك اغتصب بهيم وجا حكى لكم جا حكي لنا ومن بعد حاول باش يغتصب اختك اللي هي اخته اكبر منه ولا اصغر منه؟ اكبر منه بشوي اكبر منه بشوي ما ما ما, ما نجمش اعملها واحكي لكم احكي لنا هيك جات اختي تحكي لنا قال راسي قال راني سيئه راني انا ليش تكذب علي صارت الحكي الصح يعطيه صح ومن بعد اغتصب بنت اختك بنت اختي قديش عمرها البنية؟ البنية عمرها 10 سنين ومشينا عدينا عليها وكانت البنية لبيس الحمد لله الحمد لله يا ربي وحكينا حصير وحكيت انا لامي وحكينا حصير وحكيت لبابا هذا 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 بلاصتو هذا بلاصتو في مستشفى الامراض العقلية علاش ما عملتوش عادي بيع عادي هذا كي الجمهورية يا دكتور انا مشيت على مشيت الرازي طريق عنده طريق ما انا بريسك عام يعدي في الرازي قلت لهم الحكاية هذية اي من حكيت معناها حاشيك من اول مرة من صغير حتى حكيت بنت اختي ايه وحكيت لهم على كل شيء وما حبوش يركضوا لي في الاستعجال وفي العياده الخارجيه. اسمعني اسمعني اسمعني. اعمال كيما هذيا هذا اغتصب بهيم واغتصب وحاول يغتصب اختكم بعد اغتصب بنت اختك. معناها الخطوه الجايه معناها عطار الحومه هذا اللي بشي 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 اغتصب. يا ريت ما عادش نخاف حتى راسي ما عادش نخاف ما هذا انسان هذا انسان هذا اخوك لازمكم تعملوا بيه عريضه لو كي الجمهوريه. تمشيوا لك الجمهورية تعملوا عريضة تقولوا راهو عندنا خويا خونا راهو عنده اضطراب نفسي وراهو بلاصتو في المستشفى الأمراض العقلية في الرازي راهو مش في الشارع راهو إذا خليناه قد ما نخلينه في الشارع راهو لا باش تسلم منه لا عباد ولا حيوانات. صحيح. وهو كي الجمهورية يأذن لكم اسمعني 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 وكي الجمهورية يأذن لكم اسمعني 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 أنا عطيتك الحل أنا والحل اللي لازم تعمله. الحل اللي لازم تعمله تعمل عريضة لكي الجمهورية تمشي تحكي له فيها الشيء هذا الكل وتهزه معاك خوك كلزم وخليه يتكلم قدام كل الجمهورية وما حكي حكي داكود وتقول وتقول وفي العريضة تقول احنا نطالبوا بإيواء الخونة الفلان الفلاني بمستشفى الأمراض العقلية الرازي حتى يتلقى العلاج والدواء على الأقل يبدأ في مأمن من مشاكل وما كيك نتفاداو او تتفاداو انه كل يوم عاملين لكم مصيبه وجايكم به معناها هذا لا سلموا منه لا عباد ولا حيوانات لا يقدر معناها لا اخت لا خو لا 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 بغل لا بهيم معناها شيء كبير شيء كبير دونك هذا هاني قلت لك الحل هو هذه الجمهوريه طلب ايواء بالمستشفى الامراض العقليه على خلفية مشاكل معناها اعتداءات صارت على العباد وعلى الحيوانات قولوا له حتى على البيمة احكي ويلو ولو حكيت له صدقني دكتور حكيت لها كل شيء هو ديجا عنده رونديفو الخميس هذا ان شاء الله كان يا ربي عنده رونديفو امشي وتو اعملوا اعملوا عريضة كي الجمهورية تبقى تربي هو يعني يأذن بالإيواء نتاعو دكتور حتى ريت الدواء اللي ياخذ فيه من رازي ايه. معناها زاد كمل معناها ولا يعمل في حاجات أخرى ولا معناها زاد ولا كل مره يعمل لنا عامله مره يفك في تليفوناتنا الكل شنو؟ فهمتني؟ يزن في تليفوناتنا يهز فيها يهز ايه يسرق لنا الكل في التليفونات يقول انا هزيت عادي فهمتني؟ وشنو ياخذ بابي شنو اعطيني زيد احكي لي شنو ياخذ من الحاجات اللي عملتها؟ باهي وعندي زاد اختي كيريا الدار وكل شيء من هزت نقز على الراجل مول الدار نقز عليه في الليل وهز له التليفون تاعو نقز عليها باش يهزوا تليفونك هاو مش حاجه اخرى. لا لا مش حاجه اخرى. اي باهي. وزاد هز حاسوا الراجل انا راه زاد وزاد هز له 100 دينار وخلطت عليه وكل شيء. هذه انا مدمن تاع تليفونات معناها كلهم تليفون فهمتني؟ وش عم بيهم التليفونات هذا؟ يشريه تو خسر ماني مثلا 10000 يبيعوا ب 5000 فرانك عادي. حاجه عادي. لا حول ولا قوه الا بالله. فهمتني؟ لا حول ولا قوه. المهم انا باش نعمل بالنصيحه نتاعك اختي يعني قلت لك نصيحه سمعتني يا غير نزي على راسي وعيني وفي كل وقت مرحبا بك اون ايرجونس في استعجاليا غدوه الصباح تعمل عريضه للسيد وكيل الجمهور انتم في ريانا تمشي محكمه ريانا ولا في المحكمه مش لازم نقولوا البلاصه اللي انت فيها كان مش هي الوكيل الجمهوري المحكمه الابتدائيه غادي تطلبوا طلب ايواء بمستشفى الامراض العقليه الرازي على خلفيه المشاكل اللي عمل فيها وتسردوا له المشاكل اللي عمل الاغتصاب
البنات البهيمة البغلة ولا شنية وانتم ماشيين والتليفونات هذا كل وتهو يأذن لكم يعطيكم إذن باش تأويوه ويبعث معكم تمشيوا إذا حب يمشي معكم خوك وحده هزيتوه أويوه سي بون إذا ما حبش يمشي معكم تمشي بالشرطة الشرطة تمشي معكم تهزوا وهما يدخلوه للسبيطار الأمراض العقلية واضح أختي؟ واضح إن شاء الله ربي معكم إن شاء الله بركة البيمة ما تطلعش حبلة وكهو هذه هي صباح الخير أختي مرحبا بك صباح الخير عشكرا